معنا عبر الهاتف من القاهرة محمد حمد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. مرحبا بك معنا سيد محمد. كيف تصف استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة في من خلال التجارب الصاروخية طويلة المدى ومتوسطة المدى الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية؟ وأيضا هل هذا الخطر الذي تشكله اليوم على دول المنطقة هو خطر حقيقي وفعلي أم أنها مجرد استفزازات؟ اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين وبمشاهدي قناه الان. انا بشوف ان كوريا الشماليه دوله مارقه وفق معايير القانون الدولي، دوله منذ استقلالها في الخمسينات من القرن الماضي وانفصال عن كوريا الجنوبيه، هي دوله تنتهك كافه المعايير الدوليه، لا تتاخر دقيقه عن انتهاك مواثيق حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحده. بشوف ان دوله كوريا الشماليه تجاربها النوويه منذ ان اعلنت انها لديها برنامج نووي عسكري يعني يعادي كافة الجيران ويعادي كافة المواد، يتحدى المجتمع الدولي في عام 2006 وأجرت تجارب في 2008 و2009 و2011. التجارب كان هدفها كلها ردع الجيران وإرسال رسائل للإدارات الأمريكية المتعاقبة. بشوف تهديدات كوريا الشمالية لجيرانها حقيقية، وهي تبتز جيرانها بهذه الممارسات والتجارب الصاروخيه البالستيه التي تحمل رؤوس نوويه بهدف احراج الجيران زي اليابان وزي كوريا الجنوبيه قدام المجتمع الدولي وابتزازهم من اجل مواد المساعده في مساعدات اقتصاديه ومساعدات غذائيه، خاصه ان الشعب الكوري الشمالي يعيش تحت حكم نظام يعني دكتاتوري، نظام فريد من نوعه، نظام شيوعي وراثي ليس له مثيل في العالم وانتهى يعني، والشيوعية انتهت من العالم. طيب سيد محمد، دعني أسألك هنا عن هذا الخطر وهذا التهديد من خلال الأسلحة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية والصواريخ التي تطورها. لو تطلعنا عن مقدار هذا الخطر وهذا التهديد على دول الجوار، دول جوار كوريا الشمالية اليوم. للأسف دول جوار كوريا الشمالية خيارات التعامل السلمي مع كوريا الشمالية يجب أن تكون أكبر من التعامل العسكري، وهو الحل في أن إحياء المفاوضات السداسية من جديد ومحاولة نزع السلاح الكوري الشمالي. لا أحد في العالم حتى الصين التي تتمتع بعلاقات قوية مع بيونج يانج لا ترغب في أن يكون جارتها لديها سلاح نووي، بل روسيا والولايات المتحدة والصين يعني القوى الدولية الكبرى واللي هي يعني المؤسسه للسداسيه المحادثات السداسيه بترى ان يجب على دوله كوريا الشماليه اللي هي دوله صغيره في شبه الجزيره الكوريه ان لا تمتلك برنامج نووي عسكري وان تتمتع بالطاقه النوويه في الشكل السلمي. لا طبعا اذا يعني حدث يعني جن جنون القياده الكوريه الشماليه وفعلت واقدمت على يعني ضرب اليابان او ضرب كوريا الجنوبيه سيكون له مآلات خطيره للغايه وسيهدد الامن القومي للشبه الجزيره الكوريه وربما يهدد بشن حرب اوسع من نطاق المنطقه. شكرا جزيلا لك سيد محمد حامد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة.